يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. صاحب الدعوة الكريمة وصاحب المبادرة سماحة السيد عمار الحكيم، رئيس تحالف عراقيون ورئيس تيار الحكمة، أخي فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهان صالح، أخي دولة رئيس مجلس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي، السيدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة والسماحة المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء أتقدم بالشكر الجزيل إلى سماحة السيد عمار الحكيم وإلى جميع الحاضرين الكرام المساهمين في إنجاح هذا اللقاء الهادف والبناء لتوحيد الرؤى والأفكار بخصوص الجهود التشاركية لمواجهة خطر العنف ضد المرأة وتأكيد كرامتها ومناصفتها لأخيها الرجل في إدارة الحياة ومسؤوليتها المتكافئة معه في مشروع التقدم الحضاري وصياغة مستقبل الأمم والشعوب. إن هذه المبادرة لتفعيل هذا التوجه ليست بجديدة من السيد عمار الحكيم ولا من تيار الحكمة ومؤسساته، فقد عودنا سماحته على رعاية هذا التوجه لتأسيس الفكرة وإنضاج التجربة ومراقبة وتصويب الجهد التنفيذي في مجالات حقوق الإنسان وربط التعاليم الإسلامية بهذه القيمة الإنسانية السامية. أيتها الأخوة والأخوات، لقد كرم إسلامنا الحنيف المرأة أيما تكريم ومنحها حقوقها المدنية كواحد من أرقى التشريعات التي تعاطى معها الإنسان على مدى التاريخ في مجالات العمل والعلم والحقوق الزوجية والمدنية وأحقيتها في مشاركة الرجل لقيادة شؤون الدولة وتدبير شؤون المجتمع في شتى المجالات. وقد تمثل ذلك واضحاً في مسيرة نساء أهل البيت وأمهات المؤمنين عليهم السلام، وفي الصحابيات الجليلات والنساء اللاتي قدمن إنجازات متميزة على مدى تاريخ الأمة الإسلامية في شتى العلوم والمعارف والمجالات التنفيذية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بل حتى والعسكرية. السيدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة المحترمون، في الوقت الذي تحاول فيه قوى الظلام والفساد والجريمة العبث بمقدرات هذا البلد وأهله، فإن الخيرين أمثالكم يشحذون هممهم ويتكاتفون مع بعضهم لصياغة خطط جديدة وفاعلة وواقعية تتلائم مع المرحلة وتدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية والأمن والسلام والاستقرار والتعايش إلى الأمام، وتوقف حمام الدم للاغتيالات وخصوصاً ما تتعرض له الناشطات المدنيات من جرائم وحشية بشعة يمدأ لها جبين كل شريف يحمل هم الوطن والمواطن. ولأجل كل ذلك صار لزاماً على كل الفاعلين في قطاعات الدولة والشعب الاتحاد بشكل تاريخي والتعاون من أجل عبور هذا المنعطف من خلال تمكين المخلصين القادرين والأخذ بيدهم لضرب الفاسدين والمجرمين وفق سياق وطني عادل ومنصف وشجاع يتجاوز كل حدود الماضي وتردداته، ويؤسس لمرحلة واعدة وطامحة تبدأ بانتخابات نزيهة مبكرة تزامناً مع حملة محاسبة ومعاقبة الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة. اسمحوا لي سماحة السيد وفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء والأخوة والأخوات الحاضرين أن نشير إلى وجود عنف واضح في مجتمعاتنا ضد المرأة، وممكن أن ألخصها في ثلاثة محاور: إهمال أمهات وزوجات الشهداء الذين قدموا تضحياتهم وعدم إنصافهن بتقديم حقوق هذه العوائل الكريمة، هذا في حد ذاته عنف رسمي ضد المرأة، ونتحمل مسؤوليتها جميعاً ابتداءً من المتحدث. إهمال ملف ذوي المفقودين الذين فقدوا أزواجهم وأشقائهم وأبنائهم ويتطلعوا منذ سنين لمعرفة مصير ذويهم، هذا تقصير وعنف ممنهج ضد المرأة. أمهاتنا وخواتنا النازحات الموجودات في مخيمات النزوح في السنة السادسة، هل ما يتعرضون له لا يصنف كعنف ضد المرأة عندما لا تتمكن من
قوت يومها، وعندما لا تتمكن من ستر نفسها وستر عائلتها وتمكينها حتى أن تكون يعني أسوة لأي عائلة عراقية، تبحث عن سقف، تبحث عن وطن. هذه الأصناف يجب تركيز جهد الدولة التشريعي والتنفيذي والسياسي لمعالجة هذه الظواهر، وأيضاً توفير متطلبات الحياة الكريمة. هذه التصنيفات الراعي الأول لها وولي أمرها هي الدولة، الدولة بكل مؤسساتها. أرغب بالتعريج على موضوع الانتخابات وقانون الانتخابات الذي تحدث به السيد عمار الحكيم وعرج عليه فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء. أرجو من القوى السياسية جميعاً أن تتحمل مسؤولياتها في إكمال قانون الانتخابات، القوى السياسية المشكلة لمجلس النواب. ممكن لديهم ملاحظات تتعلق ببعض الجزئيات هنا وهناك، خلينا نفكر في إطار الوطن ككل وإعادة الثقة بالعملية السياسية، لا نبحث عن جزئية انتخابية تتعلق بالكتلة سين أو بالكتلة صاد. متى ما تمكننا من تغليب المصلحة الوطنية ستعاد الثقة حتى بالأحزاب السياسية نفسها، تتمكن من إعادة مخاطبة جمهورها، تتمكن من إعادة طرح برنامجها بشكل واضح. هنالك هو بين القوى السياسية وبين توجهات وتطلعات المواطنين. نحتاج بصراحة إلى أن نتحمل جميع مسؤولياتنا كقوة سياسية في إكمال متطلبات هذا القانون، وأيضاً يتطلب من الحكومة العراقية متمثلة بالأخ دولة رئيس الوزراء توفير الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات. نشد على يد الحكومة في ملاحقة الخارجين على القانون، أيضاً محاولات بحصر السلاح بيد الدولة، ويحتاج إلى جهود أكبر. أيضاً يحتاج المواطن أن يعيش في أجواء حرة كريمة تمكنه من الإدلاء بصوته بدون تهديد وبدون وعيد وبدون استخدام المال. أيضاً ونتمنى ونشد على يد الحكومة والقضاء في ملاحقة الفاسدين. نتحدث دوماً عن هذه الآفة الخطرة التي لا تقل عن خطر الإرهاب. يجب أن يكون لنا موقف، ويجب أن يكون لنا خطوات عملية، ويجب أن لا تكون هذه المرحلة كما كالتي سبقتها فقط المضي بهذا الملف دون إجراءات ملموسة تنعكس على واقع المواطنين. شكراً جزيلاً سماحة السيد، وشكراً جزيلاً.